كما شهدت المباحثات استعراضا للجهود التي تبذلها مصر لتزيل العقبات امام المستثمرين الاجانب والمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر على امتداد رقعتها لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الاجنبي ونفاذ لمنتجاته الى عدد كبير من اسواق الدول المجاورة العربية والافريقية فضلا عن اصدار رخصة الاستثمار الذهبية. استعرضنا كذلك الطفرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية والنقل والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا القطاع وقدرتها على تنفيذ المشروعات المطابقة للمعايير العالمية في وقت قياسي، حيث عرضت الفخامة وصف هاجن عن استعداد القاهرة لتبادل ما لدي من خبرات مع بريفان في هذا القطاع سواء على الصعيد التقني أو للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أرمينيا. وتم أيضا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس التطرق إلى عدد من القرارات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدائم لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل والاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ضوء تداعيات الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.